وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة عائشة خالد الحرم، إحدى المشاركات في البرنامج الوطني لامع لتمكين الشباب. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة. وبداية، يعني كيف أسهم دعم جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة في تحقيق الشباب البحريني الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات؟ في البداية أحب أتقدم بأحر التهاني لشباب وشابات مملكة البحرين بمناسبة يوم الشباب البحريني، واللي في هاي السنة كان له طابع خاص، خصوصا أنه هو يتزامن مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وهذا الشيء اللي يعكس مدى الاهتمام والرعاية اللي يوليها جلالته لنا إحنا كشباب بحريني. فدعم جلالة الملك المعظم والحكومة البحرينية للشباب وضع بصمات واضحة في مختلف المجالات من خلال توفير البيئة المناسبة لنا احنا كشباب، سواء كان من خلال التعليم او التدريب. فاليوم احنا تتوفر لنا فرص غيمة ان احنا نكتشف من خلالها مواهبنا ونصقلها ونبرزها، وكذلك توفر لنا التدريب لتقديم افضل ما لدينا لخدمة مملكة البحرين. وبفضل من الله وهذا الدعم اللامحدود والمستمر والثقة اللي تعطينا اياها الحكومة، احنا اليوم كشباب المسؤولية اللي حملتنا اياها هذه الأمانة قاعدة تدفعنا أن إحنا دائماً نبدأ وننجز أكثر وأكثر، وتمكننا كشباب من تحقيق إنجازات مختلفة تساهم في رفعة مملكة البحرين، سواء كان على المستوى المحلي أو حتى على المستوى العالمي. فشباب مملكة البحرين مو غريب عليهم أن هم يبدعون وينجزون ويقدمون إنجازات عالمية في مختلف المجالات، ومنها على سبيل المثال احنا اليوم كشباب بحريني وصلنا حتى الى الريادة في مجال الفضاء وفي مختلف علوم المستقبل. كل الشكر المهندسة عائشة خالد الحرم، احدى المشاركات في البرنامج الوطني لامع لتمكين الشباب.